السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الميني فلوك. كيف ما كتشوفوا تبارك الله اخوان، دائما كتقولوا لنا في التعاليق في فيسبوك الدجاج علاش كيبيض، شنو الادويه، شنو ربي، واش فلوس، واش ربي كبير. المهم درت واحد الملاحظه وعطيت واحد التقييم في الصفحه ديالنا، في الصفحه، ونشرتها في الجروبات. بزاف الناس انتقدوني وبزاف الناس جاوا معايا، يعني النص بالنص جاوا مع الفكره. المهم الاخوان، كما كتشوفوا انا نوريكم شنو مربي ونشرح لكم. ها انتم الاخوان، ها انتم، ها الكتاكيت، ها هما، يا ها الكتاكيت عاوتاني. شو هما الاخوان، ها هما، يا تفهمنا الاخوان. هاد الكتاكيت في العمر ديالهم شهرين، يعني شهرين خديتهم انا على ماشي شهرين بالضبط، شهرين ونص. دابا هادو عندهم شهرين ونص كما كتشوفوا، اللهم بارك. خديتهم انا باش ننتج منهم، الانتاج ديالهم كيكون على 4 شهور ونص حتى ل 5 شهور. تفهمنا الاخوان، يعني هاد الكتاكيت انا شريتهم من عند مولاهم على شهر ب 15 درهم، والطالب عنده موجود، يعني الطالب لعلك ترضى. المهم طلب تصيد، عنده جوج الفقاسات 1600 بيضه، 1600 بيضه تبارك الله، وكاملا ما كتبقاش عنده حبه. هادو انا اللي جبتهم، هادو جبتهم هما الاخره، بقات عنده واحد 100 ولا 150 هي الاخره ولا 200. جبت منها انا 70 حبه، 70 حبه، 70 حبه، جبتها ب 1000 درهم و 50 درهم، حسبوا لها حساب 15 درهم، جات شي 21000 ريال. هاد 21000 ريال بعت منها انا 18 فلوس، بعت منها شحال، بعت منها يا ربي 6 27 فلوس، جبت لي 900 درهم. 27 فلوس جبت لي 900 درهم. كاين اللي بعتو ب 500، كاين اللي بعتو ب 450، كاين اللي بعتو ب 460، كاين واحد الربعه بعتهم ب 400. المهم تبارك الله 18000 ريال في 26 فلوس بالعمر ديال شهر ونص. دابا هادو لا ديتهم السوق العمر ديال شهرين ونص، عندي فيهم 40 درهم في الحبه. وذوق ليا المعنى اخاي، ذوق ليا المعنى. العتوقه مطلوبه، الا بغا يدي على العتوقه مثلا ندي شي تايا 20 حبه فيها 10 الفرارج و10 العتاسك، بغا يدي هو عفروج واحد من دوك العتاسك ودي بالعمر ديال شهرين اولا شهر شهرين ونص او 3 شهور، بغا يديها لعتاسك، مبغاش يدي الفراج، يدي معاهم فروج او جوج. عوض ما طلب له 30 درهم ولا 40 درهم، عطلب له 50 درهم، يعني كتبقى لك الفروج. الفروج كتبيعو بثمن طايح، كتبيعو على قزاري او تقدر ترجعو للدار حتى من بعد يكبر شويه وتبيعو، ولكن العتوقه كتبيعها بثمن طالع ومطلوبة 100%، ما ترجعهاش. تفهمنا، هذا موضوع بوحدو انا تكلمتكم عليه، غنتكلم لكم عاوتاني بلات شويه، عندي لكم فلوق اخر مع الدجاج الكبير، غنوري لكم عاوتاني الطريقه ديال البيض باش الناس اللي كينتاقدوا عارفوا شنو كينتاقدوا. حقا البيضه ب 4 دراهم، واش ديال داك راه ديال ديناصور، حقا البيضه ديال الوز اشري. انا كنهضر لك على بيضه ديال مخصبه، بيضه مخصبه عاد تباع، عاد تباع شنو سميتو للتفقيص. اما لا دفعناها للسوق استهلاك راه كتباع بحالها بحال البلدي، والبيض ديال الفيومي مطلوب في السوق 100%، الاخص عندنا هنا في الغرب. ما صعباش بين لهم البيض، ما صعباش بين لهم البيض، كيطلعوا القنيطره، الناس ديال القنيطره كياكلوا البيض تبارك الله، كيطلعوه سوق سوق الاربعاء، كيطلعوه للقصر، مطلوب البيض ما ترجعوش. من 7 وصلوا تبيعوا بجوج دراهم،
الوقت ديال جوج درهم تبيعو جوج درهم، الوقت ديال درهم ونص راه تبيعو درهم ونص، الوقت ديال درهم تبيعو درهم، ما عندكش المشكل. الدجاجة شحال كتاكل عليك في النهار؟ 50 غرام، 50 غرام هي اللي كتاكل هاديك الدجاجة. تفهمنا؟ راه الخير هذا تبارك الله. انا شنو كنت كنقول لكم هادشي كامل، يعني التفقيس، الا شريتي فقاصة وفقصتي الفلوس وبعتيه راه تبارك الله كاين واحد الارباح خيالية. شريتي الفلوس وخليتيه يكبر راه كاين تبارك الله ارباح خيالية. شريتي شو سميتو قلنا تفقيس او فلوس او كان عندك دجاج كبير وبعتي البيض ديالو كاين الارباح. انا نوريكم استراتيجية اخرى اللي فيها ثلاثة طرق ديال الارباح. تسنى الفيديو الجاي، بقاو على القص. يلا، سلام عليكم.